بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أنا الحقيقة كان في كام فيديو كده هجوم على المسيحية عموما الفترة اللي فاتت اتبعت لي من ولادنا، حسيت أن في ناس كتيرة مش مذاكرة الثوابت. وانتوا ككاريزين موضوع لاهوت المسيح لازم أي طفل في الكنيسة 5 سنين تسأله يسوع ربنا يقولك أيوة عشان 1 2 3. أنا متصور كده، فإزاي يبقى شاب بطول بعرض في الكنيسة تقول له يسوع مش ربنا، اثبت لي أنه يسوع ربنا، ما عرفش يجاوب. النهاردة لازم هتحفظه صم الكام نقطة دول، لأن ده مش اختياري، لأن ده حياتنا كلها في الحتة دي يسوع ربنا. فلو أنت مش عارف تثبت أن يسوع ربنا، لا أنت عندك مشكلة كبيرة قوي، لأنه ده على هذه الصخرة أبني كنيستي. فأنا عارف أن أغلبكم يعرف، بس أنا هراجع وأثبت كم نقطة قدام عينيكم، تبقى كأنك بتدوس على زرار، كأنك بتسمع قانون الإيمان. إثبات لاهوت المسيح أنا بلخصه في 6 نقط صريحة. 6 نقط صريحة، وبصلها كويس عشان تحفظوها. أولا صفات الله، أقصد صفات الله في المسيح، صفات المسيح هشرح، بس كلمة صفات أول ما تيجي تدافع ليه المسيح ربنا، صفاته إلهية مش شغل بشر عادي. أكيد وأنا بقول الجملة أنتوا فاهمينها، بس أنا تاني نقطة أعماله، صفاته غير أعماله. تالت نقطة أقواله، يبقى صفاته أعماله أقواله. ها قولوا ورايا معلش، انتوا لازم النهارده تحفظ صفاته اعماله اقواله. النقطه الرابعه قيامه المسيح. الخامسه النبوءات والانبياء. السادسه شهاده الثالوث الاقدس. طبعا ممكن تحطوا 7 الرسل والكنيسه، بس انا يعني دي اكتر نقطه بتهاجم فمش حاططها. يعني ايه يا جماعه؟ يعني لما يجي حد يقول لي انت ليه خليت يسوع ربنا، أقول له أنا ما خليتوش. إن هو الادعاء دلوقتي إيه؟ المسيحيين ادعوا إن يسوع كان إنسان هم عملوه ربان. يعني ناس بطلت تقول إن يسوع شخصية مش حقيقية، لأنه علميا مثبت بمئات الأدل. فيسوع شخصية حقيقية تاريخية. طب ما نلعب لعبة تانية، هو ما قالش إنه ربنا، وإنتوا اللي خليتوه ربنا. دي التهمة السائدة. الأناجيل مثبتة إنها غير محرفة، يعني دي جولة أخرى مش وقتها دلوقتي. الأناجيل ثبت من ناحية العلمية إنها تاريخيا منسوبة للناس دي وموجودة من القرن الأول. المسيح صفاته إيه؟ أعماله إيه؟ أقواله إيه؟ قيامته. 4 نقط تخص المسيح تخليه لازم يبقى إله ربنا، وأهمهم قيامته على فكرة. عشان كده أنا قصدت أقول الموضوع ده في عيد القيامة. ليه؟ لأن إحنا ليه بنقول خريستوس أنستي؟ هي معناها ببساطة المسيح ربنا. لأن لو المسيح قام يبقى إله، ده مش شغل بشر. ما فيش نبي ولا رسول ولا إنسان في كل تاريخ البشرية قام بإرادته، ما فيش حاجة اسمها كده. في حد قومه ماشي بإرادة الله، لكن إنسان قام من الموت مات فعلا وقام فعلا، ده يبقى ربنا. فدي الحجة العظمى على فكرة. عشان كده المسيح فضل التلاميذ، سايب التلاميذ متبلبلين في لاهوته لغاية قيامته. بعد كده خلاص بقوا بيكرزوا بالقيامة بمعنى يسوع ربنا. المسيح قام يبقى ربنا، لكن قبلها في صفاته، في أعماله، في أقواله، وبعدين قيامته. وبعدين في نقطتين تانين، العهد القديم قال عليه، يعني التاريخ كل اللي قبل منه شاوروا عليه، واللي بعد منه ضمنيا الرسل، وبعدين الله في السماء شهد للمسيح. تعالوا ناخدهم واحدة واحدة. أولا صفات المسيح. ليه يسوع ربنا؟ لأنه صاحب سلطان مطلق. ما فيش إنسان في التاريخ في الزمان ولا في أي مكان عنده سلطان مطلق. اللي ذاكر مرقس 1 لما كنا ندرسه زمان من 40 سنة، مرقس 1 أول إصحاح اتكتب في العهد الجديد، مركز على الحتة دي.
مطلع المسيح صاحب سلطان على 5 حاجات: سلطان على الشياطين، سلطان على البحر، سلطان على الأمراض، سلطان على الغفران، سلطان الكلمة في مرقس 1. ده سلطان مطلق، ده مش موجود عند بشر. أي إنسان عنده قصور في حتة، عنده عجز في حتة، هنا في سلطان كامل، مفيش حد يقدر يقول المسيح لا. من صفاته يعرف الخبايا، مرقس 2، علم ما في قلبهم. الله، انت بتقرا القلوب، تعرف انا بفكر فيه وبحس بايه. دي مفيش بني ادم يقدر يعرف كل الخفايا الا الله. من صفاته لا يخطئ ابدا، من منكم يبكتني على خطيه، بار قدوس مطلق القداس، مش ولا ثغره. من صفاته مولود قبل كل الدهور، بمعنى ايه؟ هو جاي بإرادته، مفيش واحد فيكم دخل الدنيا بإرادته، حضرتك ما كنتش موجود عشان تتولد بمزاجك، هو اتولد من العذراء بمزاجه، مات بمزاجه وقام بمزاجه، لأنه مولود من الآب قبل كل الدهور، اللي هي فكرة الأزلية. صفاته دي اسمها صفات، يكملها فكرة أعماله. المسيح عمل الأعمال اللي تخص الله، كل الناس فاهمة لو في ربنا يبقى ربنا اللي خلق، هو خلق، عشان كده قصة المولود أعمى أساسية أوي. طيب ربنا بيغفر، المسيح غفر وأعلن أنه صاحب غفران، لدرجة هم قالوا من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده. يعني الاعتراض ده في صف الشهادة للمسيح، ليه؟ فعلا لا يغفر خطايا إلا الله وحده، المسيح بيغفر بجد ولا يدعي السلطان ده. ده بيغفر بجد، مغفورة لك خطاياك، اذهبي بسلام، إيمانك خلصك، خطيتك اتشالت. الله، أنت بتدي غفران حقيقي ومسلم السلطان لتلاميذه، بس ده سلطانه هو. من أعمال المسيح عمل الرعاية والشفاء، بمعنى إيه؟ العناية بكل شيء. وده اللي قاله بقى في قصة المخل، على فكرة الكنيسة مركزة جدا في القصص بتاعت الصيام الكبير على لاهوت المسيح، لأن زي ما أنتوا فاكرين ده كان منهج أعداد موعظين. فأهم قضية قبل ما ينزل المية ويتعمد أنه يصدق أن يسوع ربنا. ففي المخلع لما قام قال أبي يعمل وأنا أيضا أعمل، يعني اللي بيعمله ربنا في السماء أنا بعمله زيه في الأرض بالضبط. لدرجة اليهود قال له خلت نفسك ربنا؟ قال لهم ما أنا ربنا واحد، ما أنا ربنا فعلا. عشان كده في صح 5 كانوا هيرجموه. يبقى عمل العناية والرعاية الممثل في شفاء الأمراض، الممثل في لما بيكلم عن الطبيعة مثلا يقول لك عصفور ما يقعش إلا بإذني. إذنك يبقى الكون ده ماشي بصبعك، بكلمة منك. يبقى في عمل اسمه رعاية وعناية مستمر. في عمل الشريعة. ليه؟ مين اللي ينزل شريعة إلهية؟ الله وحده. طيب الله نزل شريعة بتقول لا تقتل، لا تزني، لا. أوكي، سمعتم أنه قيل للقدماء، الآية إيه؟ أما أنا. الله تزود على كلام ربنا؟ لا، ما أنا ربنا. أما أنا، يبقى مين اللي يزود؟ هو ربنا برضو يقدر يزود على الشريعة، يكملها، شريعة الكمال، ما جئت لأنقض بل لأكمل. يبقى بصوا للأربع كلمات دول على الأقل: المسيح إله، لأن صفاته إلهية ولأن أعماله إلهية. طبعا كلكم هتقولوا بس ده كان بيأكل وبيعيط، حاسب ما تتزحلقش في دي، نأجلها. ما انتم مفروض فاهمين، ما هو لاهوته ما لغاش ناسوته، ده موضوع تاني. كونوا إنسان زيك في كل ما هو بشري ما عدا الخطية لأنها دخيلة، ده ما لغاش أن صفاته الإلهية مستقرة فيه، دائمة مطلقة. على فكرة احنا بالنعمة بناخد بعض الصفات الإلهية بس بشكل ايه؟ محدود. فاهمين الفرق؟ يعني انتوا بتروحوا تخدموا، ممكن انت تعمل معجزة بس بنعمة، لكن انت مش ربنا. واضحة؟ فابتديت تاخد صفات، تاخد اعمال من ربنا بس بشكل محدود لانك انسان، لكن هو إله مطلق حقيقي، إله حق من إله حق. النقطة الثالثة أقواله. جماعة الأجانب بتوع الأبولوجيتكس بيحبوا قوي الحتة دي، يقول لك إيه؟ بصوا يا جماعة، يسوع قال أنا ربنا،
وليها 100 إثبات من الأناجيل. فإما إنه كذاب غشاش وده لازم يبان في شخصيته، يا إما يعني إنه حقيقي، يعني يا إما إنه مدعي وكذاب يا إما إنه معه حق. تعالوا ندرس حياته، هل يطلع إنه كذاب مدعي؟ ما تمشيش خالص مع شخصيته بشهادة جيله، ما قالش ولا كلمة طلعت غلط. طب طالما قال أنا ربنا يبقى مش غلط، يبقى أقواله ببساطة هو المسيح قال أنا هو، وأنا هو كان كل اليهود فهمنا أنا يهوى، أنا هو الله، أنا هو الآتي، أنا هو، وكان يوصف صفات الله بعد كده، أنا هو النور، ما فيش إنسان النور، أنا هو الحياة، ما فيش إنسان الحياة، أنا هو القيامة، أنا هو الراعي الصالح، أنا هو الكتير قوي دي، معناه أنا هو الله، ويديله وصف، يديله فانكشن. فالمسيح عشان كده كل ده كان عاوز يترجم، كل ده كان اليهود بيمسكوا حجارة، لأن هما فاهمين بيقصد إيه، أنا هو كلمة الله المتجسد، أنا هو الله المنظور، فمتغاظين. اللي منهم بيحبوا يسجد له زي المولود أعمى، أو يسيب الجرة ويجيب الدنيا كلها تقابله زي السامري. يبقى أقوال المسيح مثلا أنا والآب واحد، الآب مفهومة في اللغة اليهودية يعني الله، ماشي، يعني احنا بالنسبة لنا طبعا عشان في مجتمع عربي شوية موضوع الآب ده ساعات يبلبل الناس، لكن بالنسبة لليهود يعني بيقول الآب غير المحدود المطلق اللي انتم مؤمنين به، نؤمن بإله واحد، أنا وهو واحد، خلاص، كل مال الآب فهو لي، خلاص. الآيات دي مطلقة، يا إما كذاب وغشاش لازم تبان في حياته، يا إما معه حق يبقى لازم نسجد له، واضحة؟ دي أقواله. لما قال للابن لما ولد عم أتؤمن بابن الله، قال له هو فين؟ قال له اللي بيكلمك، فسجد ما قالوش ما تسجدش، ده طوبه على السجود. ليه؟ لأنه قال له ده الصح، طبعا للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. طالما سجد للمسيح يبقى هو الرب، عشان كده نقول في قانون الإيمان نؤمن برب واحد يسوع المسيح. الاعتراف الحسن قدام بيلاطس مثلا لما قال انه ملك ومش ملك ارضي، ملك السماء، طب ما هو ده ربنا. احنا بنقول اعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس، انا قعدت سنين زمان وانا صغير، هو المسيح ما قالش حاجه قدام بيلاطس، فين الاعتراف الحسن؟ لقيت ان هي دي اكتر حته تقول الاعتراف الحسن، ما قال له انت ملك، قال له اي طبعا انت عارف كده، بس انا مش ملك زي ما انت فاكر، مش بنفسك يعني، أنا مملكتي مش من هنا. إذن هو ملك السماء والأرض، مفيش إنسان أعلن ولا يقدر يعلن دي غير ربنا، ملك الحياة الأبدية. يبقى تقولوا لغاية دلوقتي يسوع ربنا، عشان ها صفاته أعماله أقواله، دول لازم تبقوا حافظينها كده. طبعا ضمنيا لما تقول لي اي معجزه عملها المسيح تشهد للاهوت، صح، بس هيجي السؤال الخبيث، تم في انبياء تاني عملوا معجزات، فاهمين الحركه دي؟ خرج شياطين، طب ما الرسل خرجوا الشياطين، طبعا الاجابه سهله، ليه؟ المسيح بيعمل كله بنفسه بسلطانه، دول بيعملوا بسلطان المسيح، فهي الاجابه مش صعبه. ومع هذا انا مش مركز على المعجزات، انا بقول صفاته أعماله أقواله. النقطة الرابعة قيامته، وقيامته دي اتقالت بمية طريقة، والتاريخ أثبت أن المسيح مات وقام، عشان كده في علم الدفاعيات تلاقوا قضية هامة جدا اسمها إثبات موت المسيح. في ناس تقول لك دي محتاجة إثبات، ما القبر موجود لغاية دلوقت، علش انت سازك، لأن الملحدين بيحاولوا يقولوا أنه يسوع ما اتصلبش أو ما دفنش أو ما ماتش، ليه؟ لأنه دي معناها يقولوا مفيش قيامة، يبقى مفيش لاهوت. فمن قضايا الدفاعيات الأساسية إثبات موته وإثبات قيامته، ده بيكتب فيها كتب، وما بنعتمدش على الإنجيل بس، على شهادات التاريخ والعلماء وكل. هنا ربنا يسوع يقول إيه؟ ما حدش ياخد نفسي مني. تقدر تقول الكلمة دي؟ فيش إنسان يقدر يقول. أضعها أنا من ذاتي، ده سلطان مطلق، يعني هو اللي بيسمح لنفسه يموت
لما روحه بتخرج من جسده ده قراره هو، ليه سلطان بس كده، ولي سلطان أن أخذها أستردها، يعني to take it again my soul my spirit، بيرجع روحه لنفسه. يبقى فعل الموت خرج من المسيح بإرادته، وفعل القيامة تعامل المسيح بإرادته، رجع بإرادته روحه لنفسه. دي قوة القيامة، يبقى ده ربنا على طول، ده مش شغل بشر. خلينا مثلا في تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون. بصوا الآية دي مهمة ليه؟ الحياة تيجي بصوت ربنا. في البدء لما ربنا خلق الإنسان خلقه بكلمة، حط فيه الحياة. مين اللي بيجدد الحياة؟ مين بيرجع الحياة؟ مين هيقوم البشر كلهم في الآخر؟ المسيح. والقيامة الأولى أن احنا نصدقه، القيامة الثانية يصحينا من القبر كلنا. ليه؟ لأنه قام من القبر. طبعا مئات المرات تلاقوا كلمة قام المسيح، قام يبقى قام بغيات. قديس بولس حط المبدأ ده في روميا واحد، قال إيه؟ Declare to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection. هذه مهمة ليه؟ لأن الترجمة العربي مش دقيقة، تعين أريوس استغلها وعمل لنا دوش. طبعا بيقراش عربي أريوس ده، بس اليوناني يحتمل الفكرة. هي ببساطة أعلن أو تبين أنه ابن الله بالحقيقة حين قام من الأموات. فهمتوا المعنى؟ تبين أو أعلن أنه هو ده ربنا لما قام من الموت. وهتلاقوا دي في يوحنا في قراية عيد القيامة، ليلة العيد افتكروا، هتلاقوا يوحنا بيعترف لما لقى القبر فاضي وصدق أن يسوع قام، قال وآمنوا على هو نفسه بطرس إذ لم يكونوا بعد قد آمنوا. لغاية دلوقتي يوحنا، احنا في يوحنا 20 ولسه ما آمنتش. لا، هو ما آمنش بأن المسيح إله، دي اكتملت في لحظة القيامة. هو عارف انه بيعمل معجزات وكان واقف جنبه وهو بيقوم العازر. كل ده ما كانش موصل له قوي فكرة ان يسوع ربنا. الحكاية اصلها مش سهلة. لكن لما شافه قام من الموت بنفسه آمنوا. عشان كده تلاحظوا سفر الاعمال كله الناس بتشهد للقيامة. ليه؟ ما هو الشهادة للقيامة ضمنيا تعني يسوع ربنا. يسوع اله مش انسان. ليس انسانا فقط. يبقى أربع نقط مرتبطين بالمسيح، لو افتكرت دول بس هتبقى شاطر. ليه يسوع ربنا؟ صفاته صفات إلهية، أعماله أعمال إلهية، أقواله أقوال إله، وقيامته لا يقدر عليها إنسان. يبقى أنت كده جاوبت السؤال، كده أنت لخصت لاهوت، عارف يعني إيه إثبات لاهوت المسيح. طيب نكمل نقطة تاني كانت تعني لليهود جدا، قد لا تعني النهاردة لغير المسيحيين أو غير اليهود، اللي هي شهادة الكتب. وهنا النص ده أنا كنت درسته معاكم من سنة أو أكتر، لأنه نص مهم أوي. بصوا يا جماعة، النص بتاع يوحنا 5 من 31 لسبعة واربعين، هو نص طويل شوية. النص ده هتلاقوا فيه كلمة يشهد حوالي 6 مرات، اللي جت فيها فتشوا الكتب لأنها إيه؟ تشهد لي. موسى يشهد لي، الآب شهد لي، يوحنا المعمدان شهد لي وانتم عجبكوش الكلام، أنا أشهد لنفسي. كلمة يشهد دي يشهد لإيه؟ إن المسيح ربنا. الشهادة عندنا ببساطة يسوع ربنا، هي دي الشهادة، هو ده صخرة الإيمان، هو ده حياتنا الأبدية كلها. بتقول يا رب يسوع المسيح، خلاص داخل السماء كده، كل من يدعو باسم الرب يخلص. فالجزء ده اللي بدأ بعد قصة المخلع وحكاية معادل نفسه بالآب، لكن دخل على قال لهم بصوا الشهادات اللي جت قبل كده، حط في قمتها شهادة يوحنا المعمدان، لأ كأنه أقرب نبي، كان قبل المسيح على طول وكان محبوب جدا، وقال لهم ده أعظم واحد شهد لي. لكن ضمنيا كل الأنبياء كانوا بيشهدوا للمسيح، بيشاوروا عليه بكلامهم أو بحياتهم.
شهادة الكتب، فتشوا الكتب، يبقى كل الكتب 46 كتاب بتوع العهد القديم بيشهدوا للمسيح كإله. شهادة موسى النبي، قال لهم انتوا حاطين أملكم على موسى، لو صدقتوا موسى كنتوا تصدقوني لأن هو كلم عني كتب عني. شهادة بقى ايه؟ الثالوث الأقدس، لما يسوع له المجد قال لبطرس، لما بطرس قال له أنت المسيح ابن الله، ابن الله تعني إله حق من إله حق، قال له طوباك يا سمعان لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي، يبقى الأب السماوي شهد. طب إمتى أكتر شهادة واضحة من الأب للابن؟ فاكرنا الغطاس سيوفانيا، هذا هو ابني الحبيب، في سيوفانيا مرة وفي التجلي مرة، يبقى الأب يشهد. عشان كده المسيح قال لهم لو ما صدقتوش ان انا ربنا تطلعوا ربنا كذاب. يعني الحكايه مش انا، انتوا كده مطلعين ربنا كذاب لان انتوا مش راضيين تصدقوه. شهاده الروح القدس عن المسيح لما قال يوحنا اللي بيشهدوا في السماء ثلاثه، الاب والكلمه والروح القدس، ثلاثه دول واحد، يبقى واحد في الجوهر لكن بيشهدوا، خلي بالكم بيشهدوا بالحقيقة اللي هي إيه؟ المسيح هو الحقيقة، مسيح ابن الله. ليس أحد، وهو يتكلم بروح الله، ليس أحد يقدر أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس. يبقى الروح القدس بينطق الناس بلاهوة المسيح. يبقى عموما في شهادة الكتب وشهادة أو الأنبياء والنبوءات، ثم شهادة الثالوث الأقدس. النقطتين الأخرى بالذات قد يعنوا للمسيحيين، لو لغير المؤمنين ما تبتديش بيهم. فاهمين الفكرة؟ بتبتدي بصفات المسيح وأعمال المسيح وكلام المسيح وقيامة المسيح، وكل ده سهل إثباته، يبقى المسيح ربنا. بعد كده تقول الأنبياء لو بتكلم واحد يهودي أو مسيحي متلخبط، وكمان شهادة الثالوث الأقدس لو واحد ابتدى يعرف ربنا لكن لسه متذبذب. وضحت الفكرة؟ طبعا ممكن تقول شهادة الكنيسة بعد كده، دي نمرة 7 بس أنا مش حاططها، اللي هي الرسل ماتوا ليه كلهم؟ عشان بيقولوا يسوع ربنا. الكنيسة عايشة لغاية النهاردة، أهم كلمة عندها إيه؟ يسوع ربنا. بكرة في الزفة أصلنا مبارك الآتي مبارك ابن الله، هتلاقوا الزفة دي كلها ليه؟ لأن اللي بنزفه ده مش إنسان عادي، ده المسيح، ده ابن الله، ده ربنا الجالس فوق الشاروبيم. كل الألحان بتقول المسيح ربنا، كل الليترجيات، كل صلوات الكنيسة بتشهد للمسيح كإله، كل حياة الشهداء، كل الكنيسة كلها شغلتها أن تشهد للهوة المسيح. نيجي للنقطة الأخيرة، طبيعة المسيح. لما نأكد لهوته لازم نبقى حكماء ما نلغيش ناسوته، لأن دي بتلخبط المستمع. أكد أن المسيح ربنا بكل الصور، بس إحنا مش قدامنا أريوسيين، أحيانا يكون قدامنا أوطخي. يعني إيه؟ يعني ممكن يكون اللي قدامك أوكي، لو يسوع ربنا ما ينفعش يأكل، ما ينفعش ينام. لا ينفع. ليه؟ لأنه تجسد. يعني إيه تجسد؟ يعني أخذ طبيعة بشرية حقيقية. ففي حاجة اسمها ناسوت، human nature. يبقى في divine nature و human nature، والاثنين اتحدوا ببعض، بقى في شخص واحد، طبيعة واحدة، أقنوم واحد اسمه يسوع. يسوع ده مين؟ ده ربنا صح، ده إنسان صح. طب في وقت كده في وقت كده؟ لا، طول الوقت كده وطول الوقت كده، ما بيتفرقوش. لكن ممكن في لحظة يبان قوي لاهوته، لما يبقى له سلطان على كل حاجة، في لحظة تاني بيبان قوي ناسوته، بس ما تلغاش لاهوته. فهمتوا الفكرة؟ لما جاع، لما بكى، لما تحاكم، لما تألم، لما مات، ده كله ناسوته. وتلاحظوا كنيستنا فاهمة كده بتلقائية، يا من ذاق الموت بالجسد، لأنه ما ينفعش ذاق الموت باللاهوت، انك بتقول قدوس الحي الذي لا يموت. اللاهوت ما بيموتش، اللاهوت ما ينفعش يبقى ربنا ويموت، صح؟ ما ينفعش.
طب لما تجسد وبقى ربنا إله متجسد له طبيعة بشرية حقيقية ينفع يموت؟ طبعا أي إنسان ينفع يموت. وضحت؟ يبقى لما نحل أي مشكلة لازم تبقى فاهم يعني إيه طبيعة المسيح. واحدة، شخص واحد، أقنوم واحد، طبيعة واحدة، كل دي تعبيرات دقيقة. وأهم كلمة من طبيعتين، مش في طبيعتين، في تسمح بفكرة أنه ساعات كده وساعات كده، لكن من طبيعتين يعني خلصت من لحظة الاتحاد، ما فيش لحظة فرق بعد كده، اتحاد كامل أقنومي مستمر لا ينقطع. عشان كده تقال لاهوته ما فارقش ناسوته لحظة، على فكرة لم يفارق ضمنيا، يعني لم ولن يفارق. في ناس تقول لك طب هو لما راح السماء كفاية عن ناسوت، يا نهار اسود، لو كفاية عن ناسوت يبقى طلقنا، ده تعبير واحد من القديسين يستخدمه، لو خلع ناسوته بعد الصعود يبقى طلق البشرية. ما ينفعش، خلاص هو اتحد بنا اتحاد أبدي، احنا داخلين السماء على حس التجسد. فصعد عند صعودك إلى السماوات، ها فاكرنا جسديا، لأن الصعود اللاهوت محتاجش يصعد، السماء وفي الأرض وفي كل حتة، إذ ملأت الكل بلاهوتك. بصوا ذكاء القديس غريغوريوس، عند صعودك إلى السماوات ناسوتيا، لأنك لاهوتيا ملأت الكل، إذ ملأت الكل بلاهوتك. يبقى نفس الحركة اللي فيها الصعود، اللاهوت يملأ كل الكون ولا يحتويه الكون، لكن تخص ربنا طبعا، لكن بناسوته، زي ما موته بناسوت، زي ما قيامته بالناسوت، لأنه اللاهوت متحد لكن لا بيموت ولا بيقوم ولا بيصعد. ما تنفعش تقول الكلمات دي مع طبيعة إلهية غير محدودة أساس. عشان كده نقول بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير ولا انفصال ولا تشويش ولا مفارق، يعني حاجات كلمات كتيرة ممكن تحطها تحت السياق ده.